ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال ديسمبر كانون الأول بنحو 70,000 شخص مقارنة بنوفمبر تشرين الثاني الماضي وفقا لنتائج استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية. وبذلك يكون إجمالي عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بحلول نهاية 2015 قد وصل إلى 2,700,003 أشخاص. ويرى الخبراء في هذا الارتفاع أمرا طبيعيا، إذ يفقد العمال المسميون وظائفهم مع نهاية كل عام في مجالات مثل المطاعم والزراعة والحدائق.